السلام عليكم إلى الجريدة الإلكترونية فيسبريس، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم بإذن الله مع التغطية والتغطية الجادة والمواكبة الدائمة لنا أولا كفلانين وثانيا لجميع الأحداث التي تحدث في هذا الوطن العزيز. راجين والله سبحانه وتعالى أن ييسر أموركم، ودائما كنلقاكم في الأماكن التي تستحقونها. بالتوفيق والنجاح، ومن كل قلبي كنتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. معكم الفنان هشام الوالي، سنة سعيدة. أساسا جمهور فيس بريس، كنتمنى لكم سنة سعيدة، لأنه قريبا إن شاء الله غادي تدخل 2024. 2024 تمناها سنة رخاء وسنة يعني تحديات، سنة يعني استقرار دائم، وتمنوا أن جلالة الملك الله ينصره، الله يحفظه، الله يوفقه، أنه دائما يكون بجانبنا ونكونوا بجانبه، والله يحفظكم. سلام فيس بريس، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى لكم سنة سعيدة عليكم، كل ما تمنيتوا إن شاء الله صحيحة والسلامة والرزق، وتكون سنة 2024 سنة خير علينا كاملين بإذن الله. أنت لك زوج شغا نقول لهم؟ نقول لهم الله يدخل عليكم هذه السنه بالصحه والسلامه والعافيه وراحه البال والرزق، وتكونوا سعداء، وتهلاو في اللي عنده والدين يتهلاو فيهم، واللي عنده شي وليدات يوجههم، وحاولوا حاولوا تبعدوا، لا حاولوا ما تخليوش ولادكم ولاد التليفون، خليهم ديما ولادكم. كما قال لي الوالد الله يرحمه واحد النهار، ما بغيتكش تولي ولدهم، بغيتك بكراتك تبقى ولدي. راه ملي كتعطيه شي حاجه، ولا ملي كتصيفطو لشي حاجه، ولا ملي كتقيدو في شي حاجه، ولا راه ولدك كتعطيه لواحد حاجه خدا اخرى. ولدك خصو يبقى ولدك، وخصك تبقى انت هو السكه ديالو. الا مشيتي تخرج من هذيك السكه ما تبقاش تقول علاش ولدي درتي ولا صافي. اقول في هاد الايام الاخيره من هاد السنه اللي عرفت الحروب وعرفت الدمار وعرفت الاباده، ان يتوقف هاد الاشياء، ان الناس اللي هما يعني بيدهم الحلول او بامكانهم ايجاد حلول، انهم يسرعوا بايجاد يعني حلول لهاد الاشياء اللي كتوقع بفلسطين وبالضبط غزه وبعض الجهات في العالم. لأن الإنسان البريء، الإنسان إنسان ضعيف هو اللي كيخلص، وهذا يؤلم. أتمنى في هذه السنة تاع 2024 هذا الشيء ما يزيدش يتمادى. نتمنى أن نعيش في سلام في وئام. السلام عليكم ورحمة الله. واحد الرسالة خاصة لسنة 2024. 2024 بغيت نقول لك مرحبا بك ومرحبا بك ومرحبا بك. بغيناك تدخلي علينا هذه السنة هذه وعلى كل المغاربة وعلى كل العالم كاملين، تدخلي علينا بالسلم والسلام سواء في أرض فلسطين أو في كل بقاع العالم. بغيناك تدخلي علينا بالمحبة، بالتعايش. بغيناك تدخلي علينا إن شاء الله بالرزق والتيسير للجميع، بالنجاح، بالتألق. وبغيناك تخلينا دائما مبتسمين. سنة 2024 سنة سعيدة لكل الأجمعين، سنة سعيدة أيضا لكل أفراد العائلة الملكية وإلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. سنة سعيدة لكل فرسان الفن والإبداع والثقافة في المغرب وخارج المغرب. سنة سعيدة لكل الشباب المغربي، لأنهم هم المستقبل ديالنا. بغيناكم تكونوا إن شاء الله أكثر سعادة وأكثر تفوق وأكثر التزام للروح الوطنية. سنة سعيدة. الخير بعد المناسبة، كنبغي نهني بمناسبة رأس السنة أولا لجريدة فيس بريس اللي كتقوم بتغطية كل الأعمال سواء كانت ثقافية فنية والمجهودات اللي كتقوم بها. كذلك نبغي من المنبر ديالكم أنني نهني طبعا الجمهور الكريم المتتبع والشغوف بالمجال الفني اللي كنشتغلوا فيه. إن شاء الله مزيد من العطاء، إن شاء الله مزيد من النجاح، مزيد من الأعمال الجميلة الفنية سواء كانت على مستوى التلفزة أو المسرح أو السينما.
معكم كريم بولمال فنان وإطار في وزارة الشؤون الثقافة. شكرا. كنبغي نقول للمغاربة والحباب والصحاب وخوتنا سنة سعيدة بالصحة والسلامة وطولة العمر والرزق، والله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا ويشافيه ويعافي لنا ويخليه لنا تاج فوق راسنا. اللي عنده شي حد مريض الله يشافيه، اللي عنده شي حد في الحبس الله يطلق سراحه، اللي كيتمنى شي أمنية يا رب تحققها ليه اليوم مع 12 ودقيقة. فكنقول لكم هابي نيو يير، والعقبة إن شاء الله الآلاف السنين، ونكونوا حنا وحبابنا اللي كنبغيوهم مجموعين. السلام عليكم متابعين قناة فيس بريس، معكم سارة أبو عابد، كنتمنى لكم سنة سعيدة، كل عام وإن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلام. سلام فيس بريس، كنتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر، وأي حاجة زوينة كنتمناها يا ربي معكم دعم وشرف. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.